السؤال الاول سيدي قال لك احسب يو ان، يو ان بنحسبه في يو يو ان يو واحد يو واحد، دونك تمشيو المتتاليه يو، دونك يو واحد شحال يسوى؟ 4 على 4 ناقص يو 0 اللي هي 4 على 4 ناقص 0 اللي هي 4 على 4 اللي هي 1. نتوما تحسبوها في كالكولاتريس صافي مزيان. قال لك عاوتاني احسب في 0 في 0 لا خويا ما عنديش هاد السلسله لا يقدر ناخذ نمشي فيها على سخين كلهم تما 4 0 ناقص 0 هي 4 4 على 4 هي 6 6 3 صافي. ما طلبوش منا اي جوج عرفتك في نص الابتدائي شي قال جيتي دابا تنصحو شوف معايا في 0 غنمشيو للفي ان غادي ندير هي اش هي واحد على شوف هنا شوف هنا واحد على يو 0 ناقص 2 يو 0 قلنا هي شحال هي 0 دونك واحد على يو 0 ناقص 0 ناقص 2 اللي هي ناقص 1 على 2 صافي ناقص 1 على 2 هذا في 0 غتطلعوا بحال هكا كثر ندوزو لفي 1 في 1 هي شحال هي حرة هي واحد علاش حتى تمشي لفي ان واحد على ها هي في 0 حسبناها دونك في واحد هي شحال هي واحد على يو واحد ناقص جوج يو واحد راه عندنا هي واحد هيا اخويا بنا حسبنا في المعطيات ها صافي على قلنا يو واحد ناقص جوج يو واحد شحال لقيناها قبيله هي واحد ونجيو نعوضو هي واحد على واحد ناقص جوج اللي هي ناقص واحد صافي حنا حسبنا حدود. ثانيا الف قال لك او تبين ان في ان متتاليه حسابيه اساسها محددا اساسها قلنا شحال هي في ان اللي عطينا في ان هي واحد على يو ان ناقص جوج قلنا الا بغينا نبينو انها حسابيه خصنا نحسبو في ان بلس ان هي الاول صافي باين في ان بلس ان هي شحال هي واحد على شحال في ان بلس ان على على يو ان بلس ان موان دو بدلنا ان هنا بان بلس ان خص ان هنا تبدل بان بلس ان صافي واضح يو ان بلس ان اللي عطاونا هي شحال ان بلس ان هي 4 على 4 ها هي 4 على 4 ناقص يو ان ناقص صافي واضح دابا بغينا نحدو المقام اللي كاين في هذا المقام وحنا غادي تعطينا هي 1 على اول مقام موحد شحال بغاتنا هي 4 ناقص 2 عامل 4 ناقص على 4 ناقص 4 ناقص جبنا هذا عرفت هذا يبين الترجيري فهمتي داكشي خرج بعدا انديريكت انديريكت انت التيليكس صافي رطوا البال بنقلبوا بنقلبوا المقام بغاتنا هنا هي 4 ناقص يو ان هذه مشات لهنا شوفوا هنا شوفوا هنا صافي على 4 ناقص 8 على 4 ناقص 8 زائد 2 يو ان صافي بطاطسنا هي شحال 4 4 ناقص يو ان هنايا بطاطسنا 2 يو ان ناقص 4 هذا هو فان بلس ان واش ممكن نعمل بجوج ممكن نعمل بجوج ممكن مزيان دونك غندير 4 ناقص يو ان على 2 عامل يو ان ناقص 2 دونك هذا هو فان زائد 1 صافي دابا فان زائد 1 ناقص فان ناقص فان فوالا ناقص فان بلا ما غادي تخرب هذا الحساب لا الحساب باش يتحل مشكل الحساب بالخدمه باش مثلا قال التمارين بزاف بزاف تبدا تنعرف دي ما خصنيش نديرها لا خصني نخدم بحال هكا فهمتيني حتى هو تعني ما كيفاش طرق داك ها هي يو ان ناقص 2 شحال هي في ان اللي عطينا واحد على يو ان ناقص 2 عملنا ايه بجوج فهمتي ما عندكش مع التمير طلب كانت عندنا 2 يو ان ناقص 4 حنا بغينا نعملو بجوج باش نحيدو هذا بحدا يو ان 2 حيدناه بحدا يو ان هاي اش بقى لنا ناقص 4 على شحال بنقسمها على داك جوج باش عملت تنضربو في المقلوب دونك على جوج 4 على جوج هي شحال هي جوج ها هي شتا صافي باين اشنا هو المشكل اللي عندي هنا واش هادو عندهم نفس المقام لا هذيك انا نضربها واخا دابا جاوبني على السؤال واش عندهم نفس المقام لا لا خصو يولي عندهم نفس المقام واش ما طلعتش انا الا ضربت هاد يو ان ناقص جوج هادي في جوج غير ولي عندي نفس المقام دونك غادي نضرب هنا في جوج ونضرب واحد في جوج داكشي ضرب في المقام تضرب في البسط صافي ستة تكون ما عملتيش تما في راسك لا بالعكس احسن حاجه هو التعميل الله راه باقي غنحتاجو دابا تشوف رد البال بعدا عطينا هي 4 ناقص يو ان ناقص جوج واسمع اسمع سواء عملت سواء ما عملتش غادي تلقى المشكل فيك فيك صافي فهمتوا البلان 4 ناقص يو ان ها هي
ناقص هاد جوج صافي بين شي 4 ناقص جوج هي شحال؟ جوج هي جوج ناقص يو ان على جوج عامل يو ان ناقص جوج. اش تلاحظوا الفوقاش عندي هنايا جوج ناقص هنا هادي زائد يو ان وهادي ناقص يو ان وهنايا عندنا زائد جوج وهادي ناقص جوج. اش تلاحظوا ان البسط هو الشيء اللي بين قوسين وقلبوا عليه اشاره دونك نعمل بناقص صافي نعمل الفوق بناقص تعمل بناقص بحال دخلنا ناقص على الاقواس تنعمل بناقص نقلب الاشاره كاع هذا الشيء في الداخل ديال الاقواس ناقص يو ان شبات لي يو ان بلس جوج حبات لي موان جوج صافي على جوج عامل يو ان ناقص جوج فهمتي دابا البلان فين المشكل من هنا لهنا واخا رتب على اذا قلت لك ناقص اكس اس 3 ناقص 4 اكس زائد 1 بنحيد الاقواس اش تندير تندخل ناقص على هادشي ياك وتنحيد الاقواس اش تندير تنقلب الاشاره لهادشي كامل تتولي عندنا ناقص اكس اس 3 زائد 4 اكس ناقص 1 مزيان نجاوب الاكس من هادي بلا ندوز لهادي اش تنديرو تنديرو ناقص على برا واش تنجيب لهادو باش نرجعو لهذا تنقلب لهم الاشاره اكس اس 3 ناقص 4 اكس زائد 1 العكس ديال العمليه الا كان عندي ناقص قدام القوس وبنحيد القوس اش ندير تنقلب الاشاره لكلشي الا عندي شي حاجه وبغيت نعملها بناقص بنخرج ناقص على برا ديال القوس تندير ناقص تنحل القوس وتنقلب الاشاره لكلشي انا والو بقات العكس بدلنا شوف رد البال كان عندنا جوج اش ولات عندنا ناقص جوج يقلب لهم غير الترتيب كانت عندنا ناقص يو ان ولات يو ان لا باقي لا بقى معايا بقى معايا اييه باش نقدروا نقتازلو فوالا اش بغيت ترابط تمشي دابا يو ان ناقص جوج مع يو ان ناقص جوج اجي يبقى الفوق ناقص واحد على جوج الا كان شي عدد في المقام تيبقى في المقام صافي اذا في ان بلس ان موان في ان هي شحال تتسوى لنا ناقص واحد على جوج بينا انها حسابيه ولا لا بينا انها حسابيه اذا ندير حسابيه خصني نخرج من عدد اذا في ان سواء فرض سواء سالب سواء موجب يكون كيما بغا يكون شغلو هذاك اذا في ان لا ماشي بحال الهندسيه حنا الهندسيه نديروها لا الهندسيه كاينه حسابيه وهندسيه حسابيه الهندسيه ما يخرج فيها عدد اللي يخرج فيها ولا لا 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 الهندسيه هضره اخرى الحسابيه تندير في ان بلس ان ناقص في ان تيخص يعطيني عدد الهندسيه تنخدمو بطريقه اخرى نخدمو ان شاء الله في الاخر اذا في ان متتاليه قلنا اش حسابيه اساسها شحال اساسها شحال اساسها ناقص واحد ناقص واحد على جوج فهمتي البلان دابا غادي ندوزو السؤال ب قال لك اكتب في ان بدلاله ان الى عندنا في ان حسابيه عندنا قاعده تنطبقوها شوف هنا شوف هنا شوف هنا شوف هنا مراجعه هذه شوف هنا الله يرضيك شوف هنا الله يرضى عليك الله يرضى عليك قال لك في ان بدلاله ان الى عندنا في ان حسابيه هيا عندنا في ان حسابيه لدينا في ان حسابيه اش خصنا الاساس ديالها اساسها شحال ناقص واحد على جوج و خصنا الحد الاول شحال حسبنا في زيرو شحال لقينا ناقص واحد على جوج اذا الى عندي الاساس والحد الاول ديال المتتاليه حسابيه اذا لكل ان من ان رد البال في ان هي شحال تنشدها الحد الاول في زيرو تندير زائد تنحل القوس تنسد القوس وتنضرب في الاساس شحال هو الاساس عطاونا هنا ناقص واحد على جوج شتا واش تندير هنا غالي ان ناقص صفر ان ناقص صفر غالي ما تراجعش في الدار لا انا ما كنتش ساهي ما عرفتش ما تراجعش في الدار لا عرفت واش رجعتي في الدار رجعت لا رجعت حلف لا رجعت بالله في زيرو هي شحال ناقص واحد على جوج ما نهضروش عليك انت انت ما ساليش هاد الايام تمام شوف ان ناقص صفر هي شحال ان ان في ناقص واحد على جوج ان ناقص ان ناقص واحد على جوج ان يا ناقص ان على جوج داكشي قلتي انت هاي دونك هذا هو في ان حسابيه صافي واضح هادشي السؤال اللي من بعد قال لك استنتج يو ان بدلاله ان بغينا يو ان بدلاله ان يو ان ما حسابيه ما هندسيه واش بينا انها شي حسابيه لا لا من بعد ما قلت لكم تلقى في ان بدلاله ان تيطلبوا لنا يو ان اون فونكسيون دو ان بدلاله ان تنمشي العلاقه ما بين في ان هي ويو ان هي هادي اللي عطاونا اللي عطاونا في المعطيات فوالا وتنحاول نعزل تنحاول نعزل اش يو ان يو ان بوحدة تنحل المعادلة المجهول هو يو ان عندنا في ان تساوي واحد على يو ان ناقص جوج يكافئ يكافئ غادي نجيبو هذه الجهة الأخرى في ان عامل
ان ناقص جوج تساوي لنا واحد. واو ابينا نجيبها تي زد اي ان ناقص جوج تساوي واحد على في ان اي ان تساوي لنا واحد على في ان زائد جوج واحد المقامات استاذ ما كاينش تحد المقامات انا ما واو ما توزع yeah. بتعوض في ان بداكشي اللي خرج لي بدلاله ان فهمتي الغالي ما عقلتش ما عقلتيش عليها فاش رجعتها ولا ما عقلتش عليها من داك النهار ما رجعتش شتي دابا واحد فين غنبدل بناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج ان زائد جوج هنا تنحلو هي معادله هكا بدق مي تنبغي يو ان بدلاله ان قلنا تنبدا من ديك الفي ان اللي عطاوني وتنحل المعادله المجهول فيها هو اش شنو المجهول فيها هو يو ان فاهمين يعني خصني نعزل هاد يو ان هادي كاينه في المقام دونك خصها تحيد من المقام الا بنت جات الجهه الاخرى خص هاد المقام كامل فين تيولي في البسط تيتضرب هنايا هادشي اللي درنا شتا يو ان ناقص جوج مضروبه في في ان تساوي واحد مزيان في ان معزوله بوحده وحده اللي كاينه ويو ان وحده كاينه هنايا خصنا نحيدو وحده هاد في ان تصنت غنجي في ان الجهه الاخرى دونك غتولي قسمه واحد على في ان هاي بقاتنا يو ان ناقص جوج خصها يو ان تبقى بوحده خصنا تو ناقص جوج الجهه الاخرى غتولي زائد جوج زائد جوج شتا هاي يو ان هي واحد على في ان زائد جوج عزلنا يو ان اش بقى لينا نكتبو في ان ديال لقينا بدلاله ان نعوضها في بلاصه في ان كتبت ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج صافي فهمتي دابا البلان بغينا نجمعوه مجموع التنجر الطول بالك قال لك احسب المجموع اس ان عطاونا اس ان هو هذا في سكتنا في 0 في 1 زائد غادين غادين تال في ان اسنا متتاليه واش حسابيه ولا هندسيه ناخذ الاولاني مع بلاتي بعدا واش حسابيه ولا هندسيه المتتاليه في ان حسابيه حسابيه اذا كانت حسابيه اش نديروا دابا جاوبوني اس ان تتساوي تدير كسر جوج جوج في المقام قوس الفوق قوس عامل قوس قوس في ان زائد في 0 هاي في ان بعدا زائد في 0 وهنا تدير ان ناقص 0 نزيد واحد لواحد من عندنا من عندنا, من عندنا. حنا معطائين حرقنا عطينا نعطيو فهمتيني شرطو البال تنجي لهاد الاخرانيه ناقص الاولانيه وتنزيد من عندي واحد الله يجازيني بخير صافي هادشي اللي كاين اش يبقى لي دابا ندير تنعوض كل حاجه في بلاصتها شحال هي في ان في ان نشوف شحال تساوي واش غادي ناخذ هاد الفي ان اللي عطاونا في التمرين ولا الفي ان اللي لقينا حنا الفي ان اللي لقينا حنا فوالا ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج ان ناقص واحد على جوج ان واش تنزيدو عليها في 0 شحال هو في 0 في 0 ها هو ناقص واحد على جوج دونك ناقص واحد على جوج واش غادي معنا غاش ولا والو نو نو ان زائد واحد ناقص هاد ناقص واحد على جوج مع هاد ناقص واحد على جوج كالكيلاتريس هي كالكيلاتريس وين ناقص واحد ناقص واحد على جوج صافي هاي ناقص واحد ناقص واحد على جوج ان عامل ان زائد واحد كل شيء على جوج صافي هي جي اس ان صافي اي اللي ما بغي يفهم مستحيل